هذه الانطلاقات المتميزة والجميلة. نتابع هذا الانطلاق، نتابع التحدي، نتابع الإثارة. هنا بشار من ينطلق على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول كما اعتدنا منه. هذه الانطلاقة الجميلة، بشار من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وفي المركز الثاني. المركز الثاني والانطلاق مشاهدينا الكرام مشغل سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد في تضميره، وعلى المركز الثالث غيار. هناك لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي سالم بن علي بن بخيت المسافري في تضميره، من ينطلق بهذا التحدي والإثارة. المركز الرابع ياتي نشوان، هنا على المركز الرابع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مطر بن سيب اللحج الهايري في تضميره الذيب، من ياتي من الجانب الآخر. هنا على المركز الخامس سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بن عرطي الحميري، ونجد ينطلق على سادس المراكز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير. لقتبي بهذا الانطلاق الجميل الوصول من سراب لسمو الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي وعلي بن مهير بن بليشه. لقتبي في تضميره، من ينطلق بهذا الاداء الجميل والتحدي. هناك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن سالم المسافري، من ينطلق ثامنا. وفي المركز التاسع هملول هنا بهذا الانطلاق لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم خالد بن المر بن سعيد بن حلوه الاكتبي في تضميره، وهملول من ياتينا على المركز العاشر لمعالي الشيخ محمد بن بطي ال حامد بقياده محمد بن سعيد بن بروك الحميري بهذا الانطلاق المميز والجميل. بشار هناك من انفرد بالصدارة، بشر هجن العاصفة بهذا الانطلاق، بشرها بالابتعاد عن بقية المراكز وبالناموس وبالفوز. بشار هناك المنطلق المتحدي والمبتعد عن بقية المشاركين بهذا الأداء المميز والجميل. هنا بهذه الانطلاقات المتميزة بشار بهذا الأداء الجميل هنا يبشر بالخير ويبشر بالفوز وبالناموس من اجل العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير في هذا الانطلاق المميز والجميل هنا على أرضية هذا الميدان. بينما المركز الثاني، المركز الثاني ويأتينا على المركز الثاني مشغل سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة هنا المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وعلى المركز الثالث غيار لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي سالم بن علي بن بخيت المسافري في تضميره، من ينطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع نشوان المنطلق على المركز الرابع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن صيب اللاحج الهايري. الله يا المنتشي هنا بهذا الانطلاق الجميل. وصل هنا ايضا نجد، وصل نجد ايضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير. لقتبي بهذا الانطلاق المميز والجميل والتحدي الذيب، من ياتينا هنا على المركز السادس في هذه اللحظات الذيب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة هنا المضمر عتيق بن سالم بالعرطي الحميري بهذا الانطلاق المميز والجميل بهذا الأداء المميز. مشاهدينا الكرام المركز السابع، المركز السابع هنا يأتي شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد عبد الله بن سالم المسافري في هذا الأداء الجميل والتحدي. هنا الوصول في هذه اللحظات على المركز التاسع، ولكن من الجانب الآخر هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم خالد بن المر بن سعيد بن حلوه الاكتبي في هذا الانطلاق والوصول هنا من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن سالم لنيبي، وعاشرا هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي ال حامد بقياده محمد بن سعيد بن بروك الحميري. وبعود الى الصداره، بعود الى بشار المنطلق على الصداره، المنطلق على المقدمه وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط.
بشار هناك على الصدارة، بشار على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بشور المنطلق بهذا الأداء الجميل ما شاء الله، رقص تلقائي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط مع بشار بهذا الأداء الجميل. هنا مشاهدينا الكرام اذا بشار على الصدارة وعلى المركز الاول من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير هناك على الصدارة على المركز الاول. نجد القادم، نجد القادم هنا على المركز الثاني بهذا الاداء الجميل لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعود المكتوم قائد العمليات في الفرقة 11 علي بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي من ياتينا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث مشغل على المركز الثالث هنا المنطلق بهذا الأداء الجميل، ولكن أرى من هناك هملول، هملول يتسلل والوصول من شاهين. هملول لسمو شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع خالد بن المر بن سعيد بن حلوة لكتبي، وهنا يأتينا شاهين رابعا لسمو شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أيضا بقيادة سعيد بن سالم لنيبي وهملول. في المركز الرابع لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مع محمد بن سعيد بن مبروك، والمركز الخامس شاهين سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. سادسا يأتينا هنا بقيادة عبد الله بن سالم المصافري كابتن الطيارة من ينطلق بهذا الأداء جميلة، ولكن هناك الصدارة، هناك المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. بشار، بشور على المقدمة، بشار على المركز الأول المنطلق المتحدي بهذا الأداء الجميل. بشار هو بشار على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. تهانينا، تهانينا لهجن العاصفة على هذا الأداء وامتلاك هذه النوعية المتميزة مثل أيضا بشار ونوعيته الفريدة. هو تشاهدون على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة وعلى المركز الأول. هنا تهانينا لهجن العاصفة على هذا الأداء المميز، تهانينا لسيدي مشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مالك هجن العاصفة، تهانينا للواثقة حمد بن راشد بن حمد بن غدير بهذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة. مشاهدينا الكرام لحظة وصوله المركز الثاني وصل هملول لمعالي الشيخ محمد بن مطي الحامد. هنا المركز الثالث أتى شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الرابع هملول أيضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى. لنا عودة إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، بشار معلن الفوز ومعلن الناموس قاطع مسافة الخمسة كيلومترات في تسعة هنا بهذا الانطلاق، 9 دقائق 27 ثانية، خمسة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجنة العاصفة، تهانينا للواثقة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام كان هناك أيضا الوصول من هملول لأيضا معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، 9 دقائق 34 ثانية، سبعة من الأجزاء من الثانية في هذا الانطلاق المميز والجميل. تهانينا لمعالي الشيخ محمد بن مطيع الحامد، تهانينا لمحمد بن سعيد بن بروق الحميري. اما المركز الثالث فكان من نصيب الشاهين، 9 دقائق 35 ثانية، اربع من الاجزاء من الثانيه. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، تهانينا ايضا للمضمر السيد سعيد بن سالم لنبي. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، أينما كنتم أسعد الله مساءكم هذا بكل